عبد الرحمن، ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله. تعرفنا بنفسك بقى. انا عبد الرحمن اشرف، سني 17 سنه، بطل مصر في السباحه، حاصل على منحه اكسس من الجامعه الامريكيه لسنه 2020، وبحب التمثيل قوي قوي. طيب عبد الرحمن، ايه السؤال اللي انت تحب توجهه لسيادة الرئيس؟ اولا حضرتك مشرفنا بوجودك وسطينا النهارده يا سياده الرئيس. انا متشكر يا عبد الرحمن على كلامك الجميل والرائع، انت وكل اخواتك اللي قاعدين معانا دلوقتي. انا اللي متشرف بيك والله. والله صحيح. ميرسي. طب حضرتك ايه اكتر مشروع اتنشأ او لسه تحت الانشاء حضرتك شايف انه ليه دور مهم لمصر؟ انا اتصور ان اكتر مشروع ممكن يبقى ليه تأثير كويس قوي هو حياة كريمة. حياة كريمة. وانا فرصة يا احمد ان انا اقول لك ان يعني مش عشان احنا موجودين دلوقتي وعشان احنا اللي اطلقنا المشروع فاحنا بنديله يعني دعم سياسي او لا، لان هو بيمس حياة 60 مليون. فلو انت قدرت او احنا قدرنا ان احنا نحسن حياة الناس ونيسر لهم ونعينهم على دنياهم، يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. وعشان كده احنا بنتكلم في كل قرى الريف المصري. طب انا بقول كده ليه؟ عشان بس أأكد لك المعنى. تصور يا احمد انك انت لو انت في بيت ومفيش فيه الميه، ما بتجيش فيه بانتظام ميه الشرب، يا ترى هتبقى المعاناه عامله ازاي؟ طب لو انت الكهرباء فيه ما بتجيش فيه بانتظام، هيبقى الحياه في البيت ده عامله ازاي؟ طب لو كان، انا اسف يعني، الصرف الصحي مش موجود في البيت ده، البيت ده يبقى عامل ازاي؟ والبيوت اللي جنبه تبقى عامله ازاي؟ لو مفيش طريق، لو مفيش مدرسه، لو مفيش مستشفى، لو مفيش الخدمات بتاعتها، تبقى الدنيا عامله ازاي؟ عشان كده انا بتصور ان احنا كدوله، كمجتمع مدني، كشركات، لو عرفنا قد ايه قيمه العمل ده وقد ايه هيعود، مش بالنفع المادي على حد، على شركة أو مقاول أو أي حد، هيعود بالنفع على الناس. عارف يعني إيه إنك أنت تخلي حد نايم في بيته سعيد كل يوم، كل يوم تدخل عليه وتحقق له اليسر والسعادة؟ أنت ما تعرفش ده قيمته، أولا إنسانيا قد إيه، لكن قبل ده كله وبعد ده كله عند ربنا، عند ربنا اللي هو بيحسب علينا بالثانية كل شيء. فهو ده أتصور هو يعني أحسن وأكبر وأعظم مشروع لو نجحنا، وده تحدي إن احنا ننجح كدولة في التزاماتنا وتعهدنا أمام الناس بإن احنا نعمل حياة كريمة لما يقرب من 60 مليون إنسان وإنسان. فده أتصور هو مشروع حياة كريمة.